لو كنت عايز نقولها لك هناك في الوسع كده عبد فين الصغير. الوسع؟ ها؟ الوسع وعلى بعيد الدخيل بابا. شبهها ايش؟ دي بنت عمي. بقول شباب بنت الجاموس. شوف يا حبيبي ما تحسنش خالص. ركز بقى. الواحد يسلق بقرة؟ ايوه ايوه ولا يسلقش معز؟ ليه؟ تبقى على واسع وجلدها محمل برضه. ليه؟ اه اللحمة دي الديان دي لازقة قوي. ايوه ايوه عاوز اللي يشتغلها على رايك واحدة واحدة. وانا حاطط صوبة فين؟ سيبنا محمل بص. ايوه لا بص كنت عايز نقولها في الواسع انها خرب رايي. بص فيه الحتة دي واسعة ده هنحطه من هنا اهو. استنى شد يا ام ابوك الشاي كده اهو. شد ايوه كده ايوه كده. بابا بيشرب التليفون حلو. اشتغلوا بقى شغل ايه؟ شغل عشان ما طلعش من الجلد ده. ايوه انا ممكن اكون مخلص دلوقتي. لا لا يا عم بس احنا ورانا يا عم احنا لسه بدري. هو براحتك خلاص يا ابراهيم. شوف انا شغله ازاي؟ ايوه شوف الجلد عامل ازاي؟ ما طلع رايق ما فيش حتة لحمة فيه. بابا يا اللحمة بطنه. ايوه بطنه يا الجوع دي بطن الكلب يا ادي له. انت شدد غلط يا محمد. انت شدد غلط يا محمد. شديتها غلط يا سيدي. لعبة جايب ولا المعدة لحمة وقعت. المعدة ده بديك شم هناك. خلاص راحت. هي ما لسه الدم فيها. طيب. تعالوا يا رجل. تعالوا يا شيل شيل خالص. لا لا بس يلا افش الجيل بس كده سيب. بس احلى فكره بتاع السيبه اللي جبناها ده خرب غير. ايوه في احلى فكره. لا والله طول الليل ما طلع احط لك خشبه فين. انا قلت هتحطوا الخشبه هنا مش هنلاقي. لا والله طلع راح جاي لا روح هات السكر. اوعى كده يا ابني. قلت لها يا ابني عليها يا ابني. ما هي قالت لي روح خلي تحت يا ابني. يا عم اي جلابيه قديم. اوعى ايدك مش همشي كده. يلا وزي اوعى وشك يا اوعى وشك يا اوعى وشك. تاخد السكينه البيضة ياخد البيضة اهو. ايه يا جوزي تعالى يلا عم اشتغل. اه بس سيبها كده. لا 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 مش يا ابني. لا مش هينفع مش هتلم بتاع. استنى اجيب جلابية عشان بابا. ايه يا صاحبي؟ دي احسن حاجة من الكلام. ماشي. لا لا هو ده عايزين جلابية قديمة صغيرة. لا لا يا عم مش مشكلة. ما بايظ.